عملية التصويت. الباب الأول تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المادة الأولى. هذه المادة تتضمن عددا من الفصول والتي سنعرضها للتصويت تباعا. عرض الفصل 241 للتصويت. الموافقون حتى تحسب إجماع. فصل 249 نفس العدل. الفصل 250 ورد بشأنه تعديل من فريق العدالة والتنمية، ليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيد السادة النواب، لقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون 79/03 على تغيير عدد من الفصول، منها الفصل 250، ونقترح فيه تعديلا وهو على الشكل التالي: يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ دون تغيير، وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو منتخبا فإن العقوبة ترفع إلى الضعف. التعديل ديالنا هو المصطلح ديال المنتخب، على اعتبار أن هذه العبارة ديال المنتخب التي نقترحها محل عبارة المركز النيابي الواردة في الفصل هي عبارة أدق وأشمل، ما دام أن الفقرة الأخيرة من الفصل 250 تتعلق بظرف تشديد. لذلك فإن الإبقاء على عبارة المركز النيابي سيفهم منه أن باقي المنتخبين على اختلاف أصنافهم غير معنيين بتشديد العقوبة بخلاف صاحب المركز النيابي، وهو تمييز لا مبرر له. لذلك نقترح هذا التعديل، يعني في هذه يعني تعديل المركز النيابي بمنتخب. وشكرا. شكرا. الكلمة السيد الوزير. كان سبق لنا أن أجبنا على هذا الاقتراح وقلنا بأنه المركز النيابي يشمل الجميع، يعني بالمفهوم الواسع، وكذلك ذكرنا مقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي التي تعطي مفهوم للموظف أوسع من المفاهيم اللي هي مطروحة في القانون الإداري. لهذا رفضنا التعديل ونؤكد على ذلك. شكرا. هناك معارض للتعديل؟ مؤيد؟ لكن لا معارض. تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، اولا الاعتراض كاين، اولا اعتراض مبدئي مفاده هو ان لجنه العدل والتشريع اشتغلت كلجنه حول هذا النص من طرف جميع اعضائها وفرقها، وتمت مناقشته مناقشه مستفيضه، وعين من اللجنه بان النص يعود بعد مصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، وكان الأمل بطبيعة الحال أن يصوت عليه بدون تعديل. لكن النقاش الذي أثير في اللجنة دفع إلى أن اللجنة تشكل لجينة مكونة من طرف السادة النواب الأستاذ مصباحي والأستاذ مصطفى الرميد وأستاذ طبيعة عبد الكبير، إلى جانب ممثل عن وزارة العدل. وأثناء اجتماع هذه اللجينة أعدنا قراءة المشروع برمته، واتفقنا في اللجينة على الصيغة النهائية التي قدمت للجنة جميعا معارضة وأغلبية، ونفاجأ أنه تقدم تعديلات، لأنه جميع أعضاء اللجنة أبدوا عدد كبير من الملاحظات، بل أكثر من ذلك أن التعديل المقترح الآن هي فكرة اللي كان تقدم بها آنذاك في المناقشة
زميلنا الأستاذ محمد كرم، لكن بما أن النقاش انتهى إلى اتفاق على اللجنة لم نكن نريد أن نقدم بشأنه تعديل، لكن لا نتفهم أنه بعد اتفاق هذه اللجنة التي عادة في لجنة التشريع نشتغل دائما بروح التكامل عندما تكون المصلحة العامة هي المقررة، كما اشتغلنا في عدد كثير من النصات تكون اللجنة والتي تصيغ صياغة عامة يتم التوافق حولها وتقدم للجنة التصويت عليها. الآن نفاجأ بأنه هناك تعديلات. الملاحظة الثانية هو أنه الصيغة المقدمة الآن كمقترح للتعديل كما قلت هي فكرة ديالنا اللي قدمناها، ولكن احنا تراجعنا عليها لأنه قلنا بأن كاين اتفاق في اللجنة، فاحتراما للجنة والأعضاء اللجنة ما كانش عندنا رغبة نوضعوها من ناحية الدستورية، وهذا قضية اللي كنظن المجلس خصو يحسن فيها، وهذا نقاش كاين. عندما يكون المشروع المقدم إلى البرلمان لا يتضمن الفقرة، هل يحق للبرلمان أن يعدل فقرة غير محالة عليه في المشروع؟ هذا نقاش اللي كنأملوا نفهموه، لأن مشروع الحكومة ما فيش الفقرة اللي الآن موضوع التعديل. مشروع الحكومة 250 254 250 كتتكلم على الفقرة الأولى نقطة، التعديل ينصب على فقرة ثانية لم تأتي في المشروع، هل دستوريا يمكن ذلك أم لا؟ إذا كان يمكن ذلك هذا معناه أنه يمكن لجميع الفرق وجميع السادة النواب وقتما عدل فصل في مشروع أن أقدم تعديلا في باقي القانون. إذا كان هذا ممكنا سينطبق على جميع السادة النواب، وهذا نقاش اللي كنظن المجلس يوافق يبت فيه، وبطبيعة الحال إذا كان عند الخضار المجلس الدستوري. لهذا الاعتراض ديالنا اعتراض مبدئي، ان اشتغلنا كلجنة وكان المفروض انه اننا ناكدوا الاتفاقات اللي تمات في هذاك نصف اليوم الذي اشتغلنا فيه جميعا. والنقطة الثانية للتاريخ يتقال بانه هذه الملاحظة راه بطبيعة الحال الاخوان ديالنا اللي عبروا عليها، والملاحظة الثالثة اللي قلت لهذا الاعتراض ديالنا مبني على ثلاث نقاط. شكرا سيد الرئيس. شكرا المؤيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، شخصيا فوجئت بهذا الذي قاله الأستاذ طبيح زميلنا هنا وهناك، ما قلته غير صحيح مطلقا. نعم لقد كانت هناك لجينة، وفي هذه اللجينة اتفقنا على مجموعة من التعديلات وأجمعنا عليها، لكن العبد الضعيف قال لكم، وأتحدث تحت مراقبة الأستاذ المصباحي ما دمنا كنا نحن فقط ثلاثة نواب، أتحدث تحت مراقبته وأرجو أن يتحدث ويتحدث بالحق الذي سمعه وعرفه، وأن لا يكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لقد طالبت أن يحفظ للحق في مراجعة الفريق فيما يخص المادة 256 على 1. 256 على 1. اسمح لي. ايوا دابا الان كون غير ذكرتيها باش نعرفوا بعدا على الاقل راه كاينه وحده. ايوا غير سمح لي الله يجزيك خير. واشرت وقلت بان هاد 256 هي اللي عند الفريق فيها موقف مبدئي، وقلت سأعود إليه، وقلت أيضا إن هناك المادة كذا، وهي المادة التي نحن بصددها اللي هي المادة 250، وكنت قد أشرت إليها بإشارة في مذكرتي. كنت أرجو من الأستاذ أن لا يطرح هذه الأمور، لأنه مبدئيا الأستاذ طبيح ليس هناك ما يمنع أي فريق أن يتقدم ب مقترحات تعديلية إذا ارتأى ذلك، غير أن لا يفاجئ
الباقي مكونات المجلس، ونحن لم نفاجئكم لأنك تتحدث عن المفاجأة وكأننا تقدمنا بها لأول مرة، والحال أن هذه التعديلات تقدمنا فيها في لجنة العدل والتشريع ما عدا المادة الأخيرة، ولم تقل هذا الكلام الأستاذ طبيح. اسمح لي، كنا نبقاو في واحد الإطار اللي ما ندخلوش في بعض التفاصيل، ونحن بيننا احترام كبير زميلي الكريم أستاذ طبيح الذي لا شك أن هذا الحوار ما غاديش يفسد بيناتنا المودة. أما ما اعترض به من اعتراض دستوري، لا أدري لماذا حشر زميلي الدستور في هذا الموضوع. هذا الموضوع ينظم القانون الداخلي، والقانون الداخلي لم يحسم بشكل واضح قاطع، وإنما جاء بمقتضيات عامة، وأنا أرجو من سادة الرؤساء أن يبتوا فيما تعنيه المادة 99 التي تقول: المناقشة يشرع في الدراسة بمناقشة عامة، يتم تقديم مواد النص ومناقشتها مادة مادة، وتبقى الجهة صاحب الاختصاص التعديلات بعد انتهاء المناقشة مادة مادة، ماشي مادة وجزء من المادة. لا يتحدث القانون الداخلي عن شيء اسمه جزء من المادة، وإنما عن المادة. بعد انتهاء المناقشة يحدد مكتب اللجنة موعد الجلسة، تجتمع وتقدم التعديلات وتناقش تعديلا تعديلا. فالتعديل الذي يطرح هو يطرح على المواد. ولما نأتي إلى المشروع الذي تفضلت الحكومة بعرضه على مجلسنا الموقر، سنجد تغير، والباب الأول تغيير وتتميم مجموعة القانون الجائي المادة الأولى، تغير كما يلي: الفصول 241 و249 تغير كما يلي: الفصول فصل كامل راه مطروح للنقاش يغير، وبالتالي فهو كله مطروح للنقاش والتعديل، وبالطبع من رأى أن يعدي فله ذلك، ومن رأى غير ذلك فله ذلك. نحن اقترحنا اقتراحنا، واقتراحنا يعني نعتقد أنه له أساس، والأغلبية صوتت ضده في اللجنة، ونحن نحترم موقفها، ونرجو من الإخوة في الأغلبية أن يحترموا موقفنا. وشكرا. شكرا. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون على التعديل شحال؟ المعارض للتعديل الممتنعون واحد. إذن ممتنعون لا أحد. إذن لم يصادق المجلس على التعديل. أعرض المادة 250 للصوت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون موافقون. المعارضون المعارضون الموافقون 41. المعارضون لا أحد. الممتنعون 18. إذن الأمور واضحة. عرضت التصويت، كان موافقون 41، المعارضون لا أحد، الممتنعون 18. إذن المجلس صدق على التعديل، على الفصل، على الفصل كما صدقت عليه اللجنة. 250. دابا نمر للفصل 254. ورد بشأنه تعديل من فريق العدالة والتنمية. أعطي الكلمة لصاحب التعديل. شكرا السيد الرئيس، السيد وزير، السادة النواب المحترمين. التعديل ديالنا يهم المادة الذي يهم المادة 254، يقضي بتغيير عبارة حاكم إداري التي يكتنفها الغموض بعبارة محكم، التي تحيلنا على قضاء التحكيم الوارد تنظيمه في قانون المسطرة المدنية من المادة 303 إلى المادة 327،
ومعلوم أن الفصل 319 كينص على أن حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أي حالة، كما أن التحكيم أصبح يقوم بدور مهم في الحسم في المنازعات خاصة منها التجارية. لذلك ارتأينا في فريق العدالة والتنمية أن إدراج عبارة المحكم لتضاف إلى عبارة القاضي لما بينهما من يعني من التقاء من حيث التحيز، فتحيز الأول اللي هو المحكم لا يقل خطورة عن التحيز الثاني اللي هو القاضي، لذلك تكون التسوية بينهما في مقتضيات جريمة التحيز والممالأة في محلها في نظرنا، وشكرا. شكرا. الكلمة للسيد الوزير. كما أشرت في الجواب حول التعديل المقترح عن المادة 250، كذلك يعني طيب بالإضافة إلى الإشكالية اللي طرح الأستاذ الطبيح واللي هي مطروحة فعلا، ديال هل يحق لأن يقدم تعديل على يعني نص لم يطرح من طرف الحكومة، لأنه كاين فرق في المسطرة ما بين يعني مشروع القانون وما بين مقترح قانون، ف يعني التعديل خصو ينصب على الفصول وعلى الفقرات التي أوردتها الحكومة، أما إذا كان خارج على ذلك فتكون لا يكون تعديل ولكن يكون مقترح قانون، هذا الشيء اللي متعارف عليه في جميع البرلمانات. ولهذا يعني بالنسبة لا يمكن أن نضيف كلمة المحكم، لأنه بالنسبة للمحكم طبعا كاين اللي تيكون خاص وكاين اللي تيكون مكلف بمهمة من طرف أشخاص ماشي عنده صفة إدارية، وكيف ما كان الحال كما قلت يعني كاين القانون راه تينظم بالنسبة للرشوة حتى بالنسبة للخواص راه تينص عليها، اللي خدامين في شركات وغيرهم اللي تيمكن لهم يغشيو واحد الإنسان باش يمكن لهم يديروا محاباة بالنسبة له وفضلوا واحد على الآخر، ماشي غير خاصة فقط الموظفين، راه كاين في القانون الجنائي حتى بالنسبة اللي تيمكن لهم ياخذوا رشوة وهم في القطاع الخاص. لهذا غادي ندخلوا فقط واحد النوع من التشويش بالنسبة لهذا الفصل، لهذا نفضل أن يبقى الأمر كما هو عليه. شكرا. فيه من يريد تناول الكلمة لمعارضة؟ لا. لتأييد؟ تفضل. سيد الرئيس، أريد فقط أن أبين بأن الفصل 254 في الأصل يقول كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له أو تحيز ضده عداوة له يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. كان هناك نقاش طويل عن ما تعنيه عبارة حاكم إداري، والحقيقة أننا لم نتوصل إلى تحديد معنى متجسدا في مؤسسة ينظمها القانون اسمها حاكم إداري. وبالتالي ارتأينا في فريق العدالة والتنمية، وبالنظر إلى ما للمحكمين من أهمية في مادة التحكيم، مادة التحكيم التي أصبح لها دور يتنامى يوما بعد يوم، والتحكيم هو نوع من القضاء، فإذا كما أن القاضي المتحيز بالممالأة ضد أو مع حكمه أيضا حكم المحكم، لأن المحكم يصدر يعني قرارات تحكيمية ولا تكون قابلة للطعن وخطورتها لا تخفى، وبالتالي فإدراج المحكم إلى جانب القاضي له ما يبرره، هذا هو اجتهادنا. التعديل التصويت الموافقون على التعديل 18، المعارضون للتعديل 48، الممتنعون لا أحد، لم يصادق المجلس على التعديل. أعرض الفصل 254 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 48، المعارضون لا أحد، الممتنعون 18، صادق المجلس على الفصل 254. أعرض المادة الأولى من مشروع القانون للتصويت كما صدقت عليها اللجنة.
الموافقون إجماع. المادة الثانية وتتضمن عدة فصول سنعرضها تباعا على التصويت. المادة 243 بالإجماع. إجماع. 245، 247، 248، 255 بالإجماع. أعرض المادة الثانية من مشروع القانون للتصويت. الموافقون نفس العدد. إجماع. المادة الثالثة الفصل واحد 256 ورد بشأنه تعديل من فريق العدالة والتنمية. ليتفضل أحد الزملاء. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيد السادة النواب. هاد المادة كانت محل نقاش واسع في اللجنة، وحتى ديك اللجنة الصغيرة حتى هي ناقشته وأدخلت عليه تعديلات. حنا التعديل ديالنا على هذه التعديلات، وفي البداية نعتذر على أنه راه كاين ورقة أخرى يعني اليوم عاد ألحقت بالتعديلات اللي عندنا، كنظن السادة النواب كلهم عندهم. التعديل كيتعلق بما يلي: أنه لا تحرك المتابعة بجريمة الرشوة في حق الراشي بمعنى الفصل 51 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه. التعديل ديالنا هنا كيتعلق أنه لا تحرك المتابعة بجريمة الرشوة في هذا الشق، كما أنه يتمتع بعذر معفي من العقاب إذا أثبت في حالة تقديمها أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعها. هنا الإعفاء من العقاب. التعليل ديالنا هو أن هذا التعديل كيحارب كنستهدفوا من خلاله محاربة الرشوة من خلال تشجيع على التبليغ الذي لا يؤدي بصاحبه إلى المتابعة والمحاكمة، وبعد ذلك ينتهي أمره بالإعفاء من العقوبة مع كل ما يمكن أن ترتب عن ذلك من نتائج وخيمة في حق المبلغ كما هو مقترح في النص الأصلي، بل ينبغي إعفاءه من كل هذه المعاناة والمتاعب باعتبار أنه من جهة لم ينفذ عملية الإرشاء، ولأنه ثانيا مارس واجبا يعني من واجبات المواطنة بالتبليغ عن الجريمة المرتكبة من قبل المرتشي الذي طلب الرشوة. هذا هو التعديل ديالنا. شكرا. شكرا. كلمة للسيد الوزير. ومبدئيا تنستدل بالفصل 57 من الدستور، لأنه هذا التعديل عاد تطرح، ماشي هو اللي تطرح أمام اللجنة، متسبق المناقشة ديالو، والفصل 110 من القانون الداخلي اللي هو واضح في هذا الشأن. لكن مع ذلك غادي نوضح هذا، يعني هنا تنتشبت باستعمال هذا الفصل، ولكن غادي نوضح يعني المدلول ديال الفصل كما ورد وكما صادقت عليه اللجنة. مبدئيا بالنسبة للعذر المعفي من العقاب، يعني هو منصوص عليه كما وضحت ذلك أمام اللجنة في عدد من الفصول المرتبطة بالقانون الجنائي، وهو في الواقع موضوع على أساس أنه يعني إذا وقع تبليغ من طرف أحد المجرمين اللي يمكن له يكون هو منتمي لواحد المجموعة اللي هي كانت تتهيئ وتتحضر لواحد العمل اللي غادي يمكن لها تقوم به، استفرد هو من المجموعة ومشى وبلغ بذلك، يعني برغم من أنه كان عنده واحد المشاركة واحد البداية واحد الشروع في الإجراءات التنفيذية، ولكن بما أنه وقع التبليغ وقع محاصرة هذه المجموعة وحالت دون يعني ذاك التبليغ ديالو حال دون قيام الجريمة، فهنا تيكون العذر المعفي من العقاب. لكن من الذي يمكن أن يراقب يعني حسن النية ديال هذاك السيد إلى غير ذلك، وشنو هو درجة المشاركة ديالو وعدمها إلى غير هذا؟ هو القضاء. فالقاضي هو اللي سيمكن له يعني يقول بأنه فلان هناك عناصر كافية لكي نمتعه بالعذر المعفي من العقاب. لكن هنا يا لما تنقولوا أنه ما يتبعش، فعلا كاين حالات مثلا فيما يخص الرشوة، واحد الإنسان اللي هو جاء طلب يعني طلب له أحد الموظفين أنه أو من الأشخاص اللي مذكورين في القانون الجنائي اللي تطبق عليهم هذا النص، طلب له واحد المبلغ مالي
ومشى هو للسلطات وقال المودي بانه راه فعلا طلب ليه وراه دار معايا غادي نمشي للمحل الفلاني الفلاني باش غنسلم الفلوس وتيوقع التصوير ديال داك الفلوس وتيمشي وفعلا وتيقبضوا وتيمشي تيديروا داكشي في الغلاف وتتكون حاله التلبس. هذا عمره ما تيتابع، لا يتابع، هذا باقي، هذا ماشي راشي، ولكن لان ما استفدت حاجه نهائيا. ولكن الا وصلت الامور يعني بحيث كانت درجه انه يعني استفاد شيء ما، ولكنه كان هناك واحد الوعد على انه راه هو غادي يعطي، ولكن مشى يعني دخل في واحد واستدرج الموظف وصل لواحد المرحله اللي هي يعني العناصر ديال الجريمه قائمه، ولكن مشى وبلغ، جاء ذاك الذنب بداك الشعور بالتوبه او بالذنب الى اخره ومشى بلغ. هذه هي الحاله، ولهذا التسميه اللي اعطينا التسميه ديال الفعل ديال اللي هو ارتكب الجريمه، سميناه الراشي، ماشي يعني مجرد مواطن بلغ وصل الى علم ارتكاب جريمه ومشى بلغ بها. هذا واجب ديال كل مواطن انه يبلغ بالجريمه اذا وصلت الى علمه او اذا كان هو يعني مطلوب منه انه يشارك في جريمه معينه تمشي بلغ. فاذا كاين فرق، ولهذا يعني هذا التمييز علاش؟ باش نحميو حتى الموظفين، لان كاينين بعض الناس اللي غادي يمكن الا ما كان يعني غادي يمكن له هو فقط ما اتفق مع الموظف ما والو، غادي نقول انه مشى ورمى له في وسط البيرو، رمى له واحد الغلاف الى غير ذلك. فهنايا ومشى تيبلغ يعني تيمكن تكون مكيده. لذا حنا خصنا حتى نحميو الموظفين ديالنا، خص لازم يكون داك، لانه الرشوه هي في الاصل ديالها هي عقد، وهذا العقد هو غير شرعي ولكن هو عقد يعني عنده اركان، كاين الايجاب والقبول والعرض والطلب الى غير ذلك، بحيث لما تستكمل الارادات ديال ذاك العقد اللي هو غير مشروع في ذاك الوقت عاد يمكن نقولوا بان استكملت الرشوه. ولما تنتكلموا على الرشوه راه تنتكلموا فيها العناصر ديالها الراشي والمرتشي. ولهذا بغيت باش نطمئن الساده يعني اعضاء الفريق اللي قدموا هذا التعديل على انه راه فعلا بالنسبه اللي باقي ما استكملش، باقي ما دخلش في العقد، هذاك راه لا يتابع، ولكن عندما يدخل ويستكمل العقد العناصر ديالو ديال قيام جريمه الرشوه، ديك الساعه تيكون الى بلغ في واحد المرحله من المراحل يعني تيعفى من العقاب، وهذا تقدير هو معطى للقضاء. شكرا. كان هناك من يريد ان يعارض؟ استاذ عبد الرفيع الجواد. حقيقة كنا من المبادرين في الفريق الاشتراكي داخل لجنة العدل وحقوق الإنسان إلى طرح نقاش قوي فيما يتعلق بالفصل كما جاء على حالته، ولكي نستحضر الصورة كيف كان الفصل في الصيغة التي وردت علينا. يعفى من العقاب الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا قام بذلك قبل الاستجابة للطلب المقدم إليه. هذه الصيغة تعني بالمثال العملي أن شخصا عرضت عليه رشوة من طرف الموظف ولم يستجب لها، بمعنى أنه لم يرتكب الجريمة، فلذلك لا مجال للحديث عن الإعفاء من العقوبة لأنه لم يستجب. لذلك قلنا لا بد من إعادة صياغة مقتضيات هذا الفصل. بطبيعة الحال الصيغة التي توافقنا عليها والتي أعادت لهذا الفصل محتواه القانوني السليم أصبحت يعفى من العقاب الراشي بمفهوم الفصل 251 الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا قام بذلك قبل التنفيذ. هناك الاستجابة وهناك التنفيذ، أي الدخول الفعلي الملموس العملي في قبول
طلب الرشوة وإعطاء الرشوة. كان نقاشا خصبا، وزملاؤنا في فريق العدالة والتنمية كان لهم نصيب في هذا النقاش. عندما طرحوا تعديلا أولا وردت صيغته فيما يتعلق بالشق الأول من هذا الفصل، لأنه هو اللي كان هي هذا الشق هو اللي كان محل نقاش. التعديل كما عرض في اللجنة يعفى من المتابعة، وناقشنا أنه ليس هناك في القانون الجنائي في نظرية الإعفاء ما يسمى بالإعفاء من المتابعة. نظرية الإعفاء عندما نقول الإعفاء معناه الإعفاء من العقوبة. فالفصل إذن بعد صياغته استقام لأمرين اثنين. الأول هو أننا أحلنا على الفصل 251 الرشوة بمعناها في 251، وهي عرض أو طلب. ثم استبدلنا قبل الاستجابة بعبارة قبل التنفيذ، إذن أصبحت الصياغة تامة. معناه أننا نتحدث عن راشي استجاب لطلب الرشوة ولكنه لم يدخل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. إذا الجريمة كاينة، راشي بمفهوم الفصل 251 جريمة كاينة. إذا الشيء يبقى واش نعفيه من العقوبة أم لا. أما فيما يتعلق بالصيغة، وهي صيغة ثانية التي قدمت في هذا التعديل، استبدلت عبارة يعفى من المتابعة التي كانت في التعديل الأول باللجنة، فأصبحت لا تحرك المتابعة. ولكن حتى هذا التعديل فيه تناقض، لا تحرك المتابعة بجريمة الرشوة في حق الراشي بمعنى الفصل 251، أي أننا أمام جريمة راشي بمفهوم الفصل 251. فإذا كنا أمام جريمة فلا يمكن أن نعتبرها ليست جريمة، يعني نقول إنها جريمة، ولكن عندما نقول لا تحرك المتابعة معناه نزعنا عنها صفة الجريمة، وهذا تناقض في الصياغة لجهة القانون. فلذلك ولهذا السبب فقط نعتقد أن هذا التعديل غير متماسك ويفتقد للأسس. ربما كان له وجه بحكم التأويل. لماذا ليس له وجه هنا بشكل واضح؟ لأن الدفع بعدم القبول يكون بالنسبة للتعديلات التي تقدم لأول مرة، أما التعديلات التي تكون قد قدمت في اللجنة ولكن يتم تقديم بعض الإصلاحات، إصلاحات التي أو إصلاحا يقدم عليها إصلاح لأخطاء مادية يمكن أن يتم الوقوع فيها، فقد تعودنا من الحكومة نفسها تقديم كثير من التعديلات في آخر الوقت. وعلى كل حال فحينما تتقدم الحكومة بالدفع بعد القبول فهذه مسؤوليتها، وإذا ما آل الأمر إلى تشبث الحكومة بهذا الموقف فليس لنا على ذلك تعليق. تعليقنا إذن سوف نعمل على صياغته بالنسبة لما تفضل به الرأي المؤيد، وكذلك بالنسبة لما تفضل به السيد الوزير في الموضوع، الرأي المعارض عفوا ولما تفضل به السيد الوزير في الموضوع. أولا الصياغة دقيقة كما وردت الآن. لماذا؟ لأن المقصود هنا هو أنه ولو قامت عناصر الجريمة فإن القانون يقول بعدم تحريك المتابعة لأسباب يرتئيها، والسبب هنا هو التبليغ. ومعلوم أنه في كثير من الأحيان تقوم الجريمة ولا تكون المتابعة، الحالة دي الخيانة الزوجية وغيرها المعلقة على شرط الشكاية. ثانيا ينبغي أن نلاحظ هنا أن الأمر يتعلق بشخص لم يقم بتقديم الرشوة
استجابة للطلب المقدم إليه من طرف المضاف، وإنما حينما قدم إليه الطلب استجاب باللفظ بالعبارة لا غير، ثم تقدم بالتبليغ. طبعا سيد الوزير يقول بأنه في هذه الحالات لا تتم المتابعة، وكثير ما يقع بحكم سلطة الملائمة الممنوحة للنيابة العامة، لكن هل سيتجرأ الناس، وهذا هو السؤال الذي أطرحه على ضمير الجميع، هل سيتجرأ الناس وهم يعرفون أنهم حتى ولو لم يقوموا بالاستجابة لطلب الرشوة ولمجرد أن يتفقوا مبدئيا على الإعطاء أو على الاستجابة ثم يقوموا بالتبليغ، هل سيتجرؤون على التبليغ في مثل هذه الحالة، والحال أنهم سيكونون محل بحث من طرف الشرطة ثم المتابعة ثم المحاكمة ثم العقوبة ثم بعد ذلك العفو عن الإعفاء من هذه العقوبة؟ أعتقد أن لا أحد سيتجرأ. وبالتالي إذا كان المقصود من المادة 256 على واحد كما جاءت هو التشجيع على التبليغ، فإنني متأكد أن لا أحد سوف يتجرأ على التبليغ إلا شخص أراد أن ينتقم من شخص فإنه يبلغ عنه ولا يبالي بما سيكون من كل ما يكون من بحث وتحقيق حتى ومحاكمة وإدانة وغيرها. ولذلك تعديلنا يروم إخراج هذه الزمرة من الناس التي لا تصل إلى مستوى التنفيذ ولكنها يعني لا زالت عند المستوى الأول، وهو الإجرام بعبارة الإجرام الشفوي، وتكون هناك يقضى الضمير أو ما شابه ذلك من مبادرة إلى القيام بواجب التبليغ، فينبغي أن لا نقوم بحشر هذه الزمرة من الناس في سلسلة من الإجراءات التي ينبغي أن نشفق من الآن على أصحابها منها، وأن نشفق على أنفسنا أيضا. وأنا قلت أنا باستفادتي برلماني إذا جاءني شخص ووضع يعني وطلب مني النصيحة لا أستطيع أن أقول له بلغ، وأنا أستطيع أن أحميك من المتابعة أو أنني أستطيع أن أحميك من ليس بيدي شيء من ذلك، ذلك بيدي غيري، وإذا كان بيدي غيري فلن يستطيع أن يذهب معي من أجل التبليغ، وأنا أريد أن يكون هناك من يستطيع أن أخذه بيده وأذهب به إلى حيث ينبغي أن يتم الذهاب ليبلغ عن الجريمة التي تدبر ويبلغ وهو غير خائف ولا واجل. وبالطبع حينما تتأكد الشرطة بأن عمله تتأكد النيابة من أن عمله وما أتاه اقتصر على المرحلة الأولى وهي اتفاق الشفوي ولم يصل إلى مستوى العملي، فإن النيابة العامة بما لها من سلطة تقرر في حقه الحفظ وتتابع غيره. شكرا. شكرا. أعرض التعديل التصويت. الموافقون على التعديل 18. المعارضون 38. الممتنعون لا أحد. إذن لم يصادق المجلس على التعديل. عرض الفصل 256 واحد مكون المادة الثالثة لمشروع القانون التصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 38. المعارضون لا أحد. الممتنعون 18. صدق المجلس على الفصل 256 واحد. الباب الثاني حذف المحكمة الخاصة للعدل وإسناد اختصاصها إلى محاكم الاستئناف. المادة الرابعة. أعرض هذه المادة للتصويت. الموافقون في الإجماع 5. الخامسة بالإجماع كذلك. 6. بالإجماع كذلك. الباب الثالث
أحكام انتقالية، المادة السابعة بالإجماع، الباب الرابع دخول حيز التنفيذ، المادة الثامنة ورد بشأن التعديل من فريق العدالة والتنمية. تفضل. شكرا سيد الرئيس. تعديل المادة الثامنة يهدف إلى إضافة أجل لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، حيث أن الصيغة التي جاء بها المشروع تؤدي إلى إلغاء محكمة العدل الخاصة بمجرد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، والحال أن هناك قضايا تنتظر البت فيها، وهذا لا يمكن إلا بإحالتها على محاكم مختصة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون. وبالتالي يعني يظهر لنا في فريق العدالة والتنمية أن يكون هناك إشكال على مستوى تحديد الجهة التي ستتولى اتخاذ قرارات النقل إلى هذه المحاكم، ولذلك اقترحنا هذا التعديل الذي يقضي بأن تكون هناك مدة انتقالية لثلاثة أيام بين تاريخ النشر وتاريخ بدء التطبيق، حتى يتمكن مسؤول المحكمة الخاصة للعدل أو محكمة العدل الخاصة من تنفيذ مقتضيات المادة السادسة، وهو الشيء الذي لن يتأتى إذا ما تم الإبقاء على نص المادة الثامنة على ما هو عليه. وشكرا. شكرا. الكلمة للسيد الوزير. الكلمة للسيد الوزير. مبدئيا يعني كون بمجرد النشر أو ثلاث أيام ما فهمتش أنا شنو هو يعني المرتكز، لأن مبدئيا إلا كان باش ناخذوا الاحتياط باش يوقع التحضير للملفات وإحالتها، يعني مبدئيا رحنا يعني الحكومة تتحكم في النشر، يعني بحيث ما غادي يمكن يتنشر في الجريدة الرسمية إلا من بعد ما غادي يكون رتبنا جميع الإجراءات باش يكون حسن تطبيق المادة السادسة ومن هذا النص. ولهذا ما كاين حتى شي تخوف، من الأفضل أننا نقول بمجرد النشر، لأن عدد ديال القضايا الآن تنتظر، وكل ما سرعنا إلا غادي يكون مفيد بالنسبة للناس اللي تنتظروا المحاكمة. شكرا. شكرا. كاين شي حد اللي يرغب في تناول الكلمة؟ المؤيد. شكرا سيادة الرئيس. أنا غير بغيت نوضح معالي الوزير أن هذا القانون بعد أن يصير كذلك من وقت نشره بالجريدة الرسمية ستصبح محكمة العدل الخاصة في خبر كان، انتهت. عندنا المادة السادسة تقول تنقل الملف القضايا على المحاكم ذات اختصاص المحلي. إذن قبل يوم صدور القانون في الجريدة الرسمية لا حق للوكيل العام ولا لرئيس المحكمة ولا لقائد تحقيق الإحالة، لأن القانون اللي كيقول لي خصك تحيل باقي ما صدرش وباقي عنده اختصاص إلى آخر لحظة. ويوم يصدر القانون، انتبهوا مزيان، يوم يصدر القانون انتهى، ما بقى لا رئيس محكمة ديال العدل الخاصة ولا وكيل العام لدى المحكمة العدل الخاصة ولا قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الخاصة ولا قضاة لدى المحكمة العدل الخاصة. هذوك الملفات أنا أسأل من سيقرر نقلها إلى المحكمة المختصة؟ هذا هو السؤال اللي عندنا. إذا كان هناك جهة يمكن تفيدونا بها وعندكم شيء تأويل وتفسير وتوضيح ربما نكونوا جاهلين وفيدونا، نتنازلوا على هذا. إذا ما كان شيء هذا فيه مخرج، لأن غتكون ديك ثلاث أيام، ها هي خرج يوم مثل الاثنين، الملفات كلها جاهزة، كلها مقادة، كلها قبل، لكن هيك ثلاث أيام تبقى لمن له اختصاص؟ ملف عند قيد التحقيق ديك ثلاث أيام يقرروا الإحالة، يدرس جهة اختصاص المحلي هي الرباط، يرسل الرباط، يقرر النقل، هو يقرر بصفته أن الملف بين يده، هذا في الضرب لا يقرر، هذا في كذا في كذا، هيئة الحكم عندها ملف تجتمع وتقرر بناء على مقتضيات الفصل الثامن قررنا الإحالة على محكمة عدل كذا المكان كذا. أما الآن أنا أسأل من سيقرر؟ هو السؤال. أقول لكم من سيقول؟
من سينقل أو يقرر النقل؟ ومن سيطبق المادة الثامنة؟ هذا هو السؤال المضبوط. من سيطبق المادة الثامنة؟ السادسة عفوا. السادسة، من سيطبق المادة السادسة؟ شكرا. أعرض تصويت السيد رئيس السيارة. أيوا استوفينا المسطرة. نعم. استوفينا المسطرة، دابا ندوزو للتصويت. ها؟ لا ما نعطيكم لا جوج ولا واحد. نحن نوافق سيد رئيس. نوافق. موافقين. شنو التشاور؟ نوقفوا الجلسة؟ ايه عنده الحق يشاور. ما حدات دقيقة. المهم السيد رئيس. يلا سيدي واخا يلا. ما تخرجوا ما تخرجوا بلا ما تخرجوا بلا ما تخرجوا غير هنا ما تبعدوش يبقاو غير هنا مفاوضات سور لا بلاص بوبليك دابا اش بغيتو غادي لكم يلا سيدي عطيونا النتيجه ديال المفاوضات يلا السيد وزير العدل تفضل السيد الوزير سيد رئيس السيدات والسادة النواب المحترمين بالنسبة أعتقد المادة الثامنة وقع تفاهم لأنه الإشكالية اللي طرح الأستاذ راميد يعني غتبقى دائما قائمة ولو نديروا ثلاث أيام لهذا أنا شرحت لهم بأنهم بدائيا المادة السادسة لما عملت الإحالة عملتها بقوة القانون على المحاكم اللي غادي تكون مختصة ولكن راه غادي يكون المرسوم بحيث احنا ما غادي تنشر تنخرجوا حتى المرسوم غادي يكون مزامن لصدور هذا النص وهذه هذه الاشكاليه ما غادي توقعش حيت حنا غنطبقوا الماده السادسه كما نص عليها هذا القانون مع كذلك المرسوم اللي غادي يحدد فقط ماشي غادي يحدد المحاكم غادي يحدد الدوائر اللي غتكون تابعه للمحاكم ديال الاستئناف اللي هي التسعود اللي غتكون مختصه فقط لا اقل ولا اكثر لكن الاشكاليه المطروحه السيد الرئيس واللي ذكرنا كذلك فيها مع الساده يعني ممثلي الفرق وهو الباب الثاني هذاك حذف في العنوان في العنوان فقط حذف المحكمة الخاصة للعدل وإسناد اختصاصها إلى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية علاش؟ لأن كاين القضايا اللي معروضة الآن على المحكمة العدل الخاصة هي فيها قل من عشرات المليون وهي كانت من اختصاصها لأن الاختصاص اللي كان الآن هو ديال 25,000 درهم بما أننا رفعنا الاختصاص يعني أصبحت القضايا اللي فيها موضوع الاختلاس أور الشوا ديال 100,000 درهم فما تحت غتكون من اختصاص المحاكم الابتدائية وهذا لابد من أن نضيف إلى محاكم الاستئناف والابتدائية والابتدائية شكرا متفقين كل شيء علينا نعم شكرا اتفق مسار التعديل شنو مسار التعديل نسحبوا تسحبوا التعديل اذا
أعرض المادة الثامنة للتصويت كما صدقت عليها اللجنة بالإجماع. إجماع. أعرض مشروع قانون برمته للتصويت بالإجماع. القانون برمته بالإجماع. صدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 7903 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل.